السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة تركتشا. سنبدأ في هذا الدرس بالوحدة الخامسة، وأول درس من الوحدة الخامسة يحمل عنوان إشرف ساعات، يعني أشرف ساعة. ما معنى أشرف ساعة؟ قد تمر على الإنسان. يقول الكاتب سيزين تشين جنون إن إي ساعتي هانجي ساعتر هيج دشندنزمو، يعني هل فكرتم في يوم من الأيام أي ساعة بالنسبة لكم هي أفضل ساعة في اليوم؟ شاير طبيعات أولالار أقشام ساعات لينيسة فيرلر، يعني اللي عندهم طبيعة الشاعر هيك عاطفيين كثيرا، يعني بيحبوا أكثر شيء ساعات المساء أقشام. جنيشين باطش إنسانات تهاف بير هزون فيرير، يعني غروب الشمس يعطي الإنسان حزن غريب جدا. انتو كندي كندينزله kaldığımız saatler giden günün arkasından gecenin ağır ağır geldiği daha doğrusu gündüzlerin bizleri geceleri devrettiği o saatlerdir. Yani يشرح لنا ما هذه الساعة بالضبط ويقول هي الساعة التي يذهب فيها اليوم بشكل بطيء، يعني الساعة التي يتحول فيها النهار إلى الليل. هذه الساعة اللي هي ساعة المساء، يعني ساعة غروب الشمس التي يتحول فيها الصباح أو النهار إلى ليل، هي أكثر ساعة مفضلة عند الشعراء أو اللي عندهم طبيعة الشعراء، يعني شاعريين كتير عاطفيين. كوشلار أو ساعتلردن دن تلاشلادلار بيك بالمام أما طبيعات يواش يواش درولر، يعني أنا لا أعرف كثيرا لماذا تضطرب الطيور في هذه الساعة، ولكن تتوقف الطبيعة يعني رويدا رويدا. إطراف لبرابر إنسان روحنا دا بسيسيزليك جكير، وأيضا يقع الإنسان أو نفسية الإنسان تقع في نوع من الصمت يعني في هذه الساعة. Sonra gece o uçsuz bucaksız gece kendi hayatını sürmeye başlar. ثم الليل gece، yani تلك الليل الذي ليس له طرف ليس له بداية ولا نهاية يبدأ حياته. Evet şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini severler. نعم إن الناس الذين لديهم طبيعة شعراء يحبون ساعات المساء. يمك دشكون ليري ده إلى ساعات ليريني، واللي بيحبوا الطعام كثيرا بيحبوا ساعة الظهر لأنها ساعة الغداء. يعني دنياني مت ليريني لذت ليريني كندي ليريني كابتورمش olanlar öyle vaktinin gelmesini iple çekerler. İple çekerler يعني بيسحبوه بالحبل لهذا الوقت، يعني مثل أني نفد صبر وملوا من الانتظار وهم ينتظرون هذه الساعة حتى تأتي لكي يستلذوا بملذات الدنيا طعام. يعني أولي يميندن سونرا جلن رهافتن طاد هج بي جيجة أويكسندان بولماز، يعني بعد ما يأكلوا طعام الغداء أولي يمين يأتيهم رهافت، يعني يأتيهم نوع من الخمول والنعاس. طعم هذا الخمول والنعاس لا يعادله نوم الليل بالنسبة لهم، يعني يحبوا قيلولة الظهر بعد ما يأكلوا طعام الغداء. أما ياش إلى لديكتش إنسانلار صباح ساعتلين سيفير أولولار، ولكن عندما يتقدم الإنسان في العمر يصبح عجوز فيصبح يحب ساعات الصباح. دنياي صباحن ساعات بيشنده kurtlar, kuşlar henüz uyanmadan tabiat daha mahmurken seyretmek ancak o yaşlara tadını verir, zevklendirir. Yani هؤلاء العجائز يستيقظون في ساعات الصباح الباكر قبل استيقاظ الطيور ذئاب، فهؤلاء يستيقظون عندما تكون طبيعتها مهمور كان، يعني تكون الطبيعة ما زالت مخمورة
يعني ما زالت لسه نصف نائمة، ليست مستيقظة. يحبون أن يراقبوا هذا المنظر للطبيعة. سيزيني تشينغ جونون هاجي ساعتي يدر، يعني بالنسبة لكم أي ساعة من اليوم هي أفضل شيء بالنسبة لكم؟ بوردان بي شي سيلمم أما بانا سور سالار ساعتلرين إن إي سي ne akşam saatidir, ne öğle saati, ne de sabah saati. Yani ana la astati an aqul şey, velakin ana iza ahad saalni ma hiya afdal sa'a li bil yom, fala astati an aqul hiya sa'at al masa' wala sa'at al zuhur wala sa'at al sabah. İnsanlar için en iyi saat muhakkak ki şu nasıl işlediği pek de bilinmeyen adına eşref saat dediğimiz saatidir. Au saattir. Yani hiye saat leti yutlak aleyha isim eşref saat. Eşref saat yani. Elleti la na'rif keyfe tuhal a'malna fi tilke es saat. Fahiyya bitte'kid afdal saat عند الانسان. Yani hezi saat عندما te'ti الانسان يمكن أن تأتي صباحا، يمكن ظهرا، يمكن عصرا، مساء، فكل مشاكله تحل فجأة. فهذه الساعة يقول الكاتب هي أفضل ساعات الإنسان. إشرف ساعات جندليك حياتمزدا إشلريمزين إن إي جيتي كارالارمزين إن إصابتلي أولدو هكملريمزدا أصلا ينلمامز ينلمادığımız ساعاتتر. يعني إشرف ساعات إشرف ساعة هي الساعة التي تحل فيها أعمالنا بأفضل شكل ونتخذ فيها أفضل القرارات ولا نخطئ أبدا بأحكامنا. فهذه هي الساعة، فهي أفضل ساعة يعني بالنسبة للكاتب. صباحين دوكوز دم إيلين أونكي دم أكشام يدي دم جيلير gün ortasında mı, gece yarısında mı teşrif eder bilinmez. Yani min gayr ma'ruf enne mumkin tiji sabah saat 9 au zuhran saat 12 au masa saat 7 mumkin tati fi wasat al nahar au fi muntasaf al leyl gayr ma'ruf abada. Ama o gelince en çetin meselelerimizi tiryandan kıl çeker gibi halleder. يعني ولكن عندما تأتي فأصعب المسائل إن تشتين مسائل، يعني أصعب المسائل تري عندن كل شكل جبي، يعني مثل الشعرة من العجين، كما نقول نحن في اللغة العربية مثل كأني سحبنا شعرة من العجين، يعني بكل سهولة تنحل. إن تشكل ماز دافالارين يتشيندين توي جبي خفيف تشكارسنز، وأصعب الدعاوى بتطير أمامنا مثل الريشة. يعني مهما كانت القصة صعبة ومعقدة تنحل مثل الريشة في تلك الساعة عندما تأتي. Yıllarca ümitle beklediğimiz büyük ikramiye eşraf saat çalar çalmaz size isabet eder. Yani الإكرامية الكبيرة جدا، الكرم العظيم يعني الذي ننتظره بأمل منذ سنوات طويلة، عندما تأتي هذه الساعة فهو يأتينا مباشرة إصابة إدار. Bir türlü içinden çıkamadığımız davalar eşref saatte çabucak halleder. Yani el da'ava el maksud fiha yani el meşakil da'va mitl da'va kanuniye veya kaza el da'ava allati la nastati el khuruj minha bi ay şekil min el eşkal indema ta'ti eşref saat tuhal bi sur'atin kusva çabucak. Sonra nasıl hallettiğinize siz de şaşırsınız. وبعد ذلك أنتم أيضا تندهشوا كيف تم حل هذه المشكلة. çünkü إشرف ساعات gelmiştir. لأن إشرف ساعات قد جاءت. إشرف ساعات. O saate hiçbir şey dayanamaz. يعني لا يستطيع أي شيء أن يقاوم هذه الساعة. Asırlarca ve asırlarca geçit vermeyen dumanlı dağlar bile eşref saat gelince delinir. يعني جبال من الدخان أمامكم لا تعطيكم أي فرصة للعبور، عندما تأتي هذه الساعة فهذه الجبال تتبدد، يعني يفتح فيها ثقب أو ممر لكي تعبروا.
treniniz onun bardan dönü ötürü ötürü geçer gider. Yani kitarkom اللي كان واقف لا يوجد له geçit يعني لا يوجد له معبر. طبعا هذا كله تشبيه مجازي، يعني اني قطاركم اللي كان واقف منذ عصور طويلة لا يستطيع أن يتحرك، عندما تأتي هذه الساعة تتبدد من أمامه كل المشاكل وتفتح الطرق أمامه ويعبر بكل راحة. Yalnız sizin teker teker insanların hayatında değil, ولكن ليست يعني فقط في حياة إنسان فرد فرد، يعني هذه الساعة لا تأتي لكل شخص لوحده. Milletlerin hayatında bile eşref saatler vardır. Hatta milletler يعني الشعوب الأمم البلدان يوجد لديها eşref saat يعني أشرف ساعة. O saatler gelmeye görsün milletler esaretten kurtulurlar. يعني مجرد ما تأتي هذه الساعة فهذه الأمم تتحرر من الأسر إسارات. O saatler gelip çatınca ordular harikalar yaratırlar. Yani الجيوش حتى تقوم بأعمال خارقة رائعة جدا عندما ترن هذه الساعة. İnsanların kederleri o saatlerde değişir. ويعني هموم الناس الكدر اللي هو الهم يعني الحزن يتغير في تلك الساعة. طالح اللي هو الحظ يعني الطالع. O saatlerde adamın yüzüne gülmeye başlar. يعني الحظ يبدأ الضحك في وجه الإنسان في تلك الساعة. Demek bütün mesele eşref saatin gelmesine veya o saatin geldiği anlamaya bağlı öyle mi? Öyledir. يعني أليس كل شيء يتعلق كل شيء حلو يعني يتعلق بمجيء هذه الساعة؟ ويجيب طبعا بقوله öyledir يعني نعم هكذا. Hatta ben öyle zannediyorum ki eşref saat görünmez kuvvetlerin esrarlı hesaplanır, içinden çıkılmaz bilmecelerin işlettiği bir saat değil. İnsanların bizzat kendileri tarafından işleten veya sadece dikkatli olmaları sayesinde geldiği kolayca fark edilen bir saattir. يعني هذه الساعة متى تأتينا وكيف تأتينا؟ يقول هنا أني هذه الساعة أنا أعتقد أن هذه الساعة ليست نوع يعني سر خطير ولا يمكن حسابها ولا يمكن يعني مثل لغز يجب على الإنسان أن يحله، بالعكس تماما هي يمكن أن يدركها الإنسان ويعرفها مباشرة وينتبه إليها من خلال تصرفاته هو. Ama dikkatli olmayan yani اللي لا ينتبه kendini hayatını akışına bırakmış veya akıntıların tersine sandalını yürütmeye çalışan insan yani اللي ترك نفسه يسير ضمن تيار الحياة بدون انتباه أو الذي يمشي بعكس تيار الحياة إشراف ساعتين geldiğini fark etmek şöyle dursun. Duvardaki asma saatin 12 çeyrek kalayı gösterdiğini bile görmez. فهذا الشخص اللي لا ينتبه واللي ترك نفسه تسرح مع تيار الحياة أو الذي يسير في عكس تيار الحياة فهذا حتى إن الساعة اللي موجودة على الحيط ساعة عادية موجودة على الحيط وهي مقسمة إلى 12 ساعة حتى هذا لا يدركه. يعني يوجد ناس أصلا حتى أن الساعة اللي موجودة على الجدار مقسمة إلى 12 ساعة لا يعرفون ذلك بسبب يعني قلة انتباههم وقلة اهتمامهم. ولكن يقول الكاتب من أجل أن ندرك هذه الساعة يجب أن يكون لدينا انتباه. Milletlerin eşref saatlerini büyük dahiler keşfeder. يعني من الذي يكتشف إشرف ساعات بالنسبة للأمم؟ بيوك داهيلر يعني الأذكياء العظماء الكبار. بيزم جوجوموز أورالارا يتمديي için sadece gündelik hayatımızda hatta aile hayatımızda yer alan ufak tefek
Eşref saatlerden daha doğrusu birbirimizin eşref saatlerin kollamasının sırlarından bahsedeceğim. Yani سوف أتحدث لكم عن سر رنين هذه الساعة أو عقاربها. كيف أن هناك ساعات مشرفة، يعني مثل هذه أشرف ساعات موجودة في حياتنا وحياة حياتنا العائلية وحياتنا الفردية، ولكن لا نستطيع أن ندركها بسبب قلة قوتنا، ضعفنا يعني. فهو يقول لكم ما هو السر باكتشاف هذه الساعة. يقول محقق هي شيء بير زمان فاردر، يعني بالتأكيد كل شيء له زمان محدد. Zaten işraf saat da bu zamandan başka bir şey değildir. Aslan hadi işraf saat leyset siva zaman. Yani leyset şey ahar siva enneha zaman. İşte ne yapıp yapıp onu kolamalı. Yani المهم علينا أن نراقب هذه الساعة. مهما فعلنا يجب علينا أن نبقى مراقبين هذه الساعة. Sırasını getirmek de eşref saatin bulmak demektir. إذا إجا دورها يعني فمعنى ذلك أننا وجدناها. مجرد ما يأتينا الدور معنى أنه قد جاءتنا هذه الساعة. Tatlı dil yılanı dilinden çıkarır diye bir söz vardır. Yani yüced مثل شعبي مشهور يقول اللسان الحلو يخرج الأفعى من وكرها. Duvardaki saatleri yaylar işletiyorsa ev hayatındaki eşraf saatleri de tatlı dil işletir. Yani أيضا نحن عن طريق tatlı dil yani عن طريق اللسان الحلو نستطيع أن نستخرج هذه الساعة إشرف ساعات. Onun hiç gelmeyeceğini sandığınız bir anda sarf edeceğiniz hoş bir cümle yerinde bir iltifat Eşref Saat'in akrebini ön ikiye getiriverir. Yani في الوقت الذي أنتم تظنون أن هذه الساعة لن تأتي أبدا فإذا قلتم جملة جميلة إذا يعني قمتم بمجاملة كذا فلا تشعرون إلا وقد جاءتكم الساعة. مثلا صارت الساعة 12 وجاءت إشرف ساعات. Her iyi şey إشرف ساعات olur. يعني أي شيء خير جميل جيد يحدث في إشرف ساعات. Biraz sabır göstermek, biraz dikkatli davranmak, insanların bam teline dokunmamaya çalışmak, evinizde إشرف ساعاتı sık sık çaldırmak için كافدر. يعني يكفيكم من أجل الوصول إلى إشرف ساعات وبشكل مستمر أن نكون منتبهين قليلا بتصرفاتنا وأن نصبر قليلا وأن لا نغضب الناس الآخرين. بام إنسانلارن بام تيلينا دوكوم ماماك، يعني ألا نضغط على الوتر الحساس عند الناس التانيين، يعني لا نغضبهم لا نزعجهم. فإذا لم نزعج الناس وكنا منتبهين وكنا صبورين تأتينا أشرف ساعات كثيرا. طيب هنا لدينا بعض الكلمات ومعانيها يجب أن نصلها معها، ولدينا آخر شيء كلمة غير مكتوبة بمعنى كوكيلك وتتساق لك وإسير لك. الأسر يعني إسارت، أصلا مرت معنا كلمة إسارت هنا من لتلال إسارتين كورتولولار، فهذه كلمة إسارت واضحة جدا، يعني نكتبها آخر شيء هنا ونكتب عنها جملة. طيب لنبدأ بالجملة الأولى أو بالكلمة الأولى اللي هي دشكون، يعني المتيم أو المدمن شيء. بير شيء كينديني أشر فيرمش أولان تشوك بالو تتكون، هذه كلها نفس المعنى يعني أنه مرتبط كثيرا. تتكون يعني أيضا متيم، فهذه نفس دشكون. نضع رقم 7 هنا. إذا رهافيت يعني التعب والرخاوة اللي بتجي عند الإنسان بعد الطعام. وجودتك جرلين جفشكليك أرلك تنبليك. جفشكليك يعني الرخاوة أيضا، وأرلك الثقل وتنبليك الكسل، فهذه رقم 5 إذا نكتبها هنا. مهمور يعني نفسها باللغة العربية مخمور،
yani gayr sahi, gayr vay. Uykudan sonra üzerinde sersemlik, ağırlık bulunan, yani aydan huwa nu' min sakal ve الكسل الذي يأتي بعد النوم. فنقرأ رقم 4 هنا. محقق يعني أكيد 100%، يعني doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş. Yani أكيد أنه سوف يتحقق. فنكتب رقم 3 هنا. ينلمك اللي هي الانخداع، يعني أن ينخدع الإنسان بشيء ما، فهو تنمايرك نيتليي إيي ألمايرك ألدانماك. ألدانماك أيضا تأتي بمعنى الانخداع. نضع هنا رقم 1. تشريف اتمك يعني شرف لاندرمك ونور لاندرمك نفسه. نضع هنا رقم 2. طبيعات اللي هي الطبيعة، يعني هي هويو كاركتر، شخصية الإنسان وطباعه، يعني نكتبها هنا. أما هنا كما قلنا نكتب إثارة، وسأضع لكم أنا مثال جملة هنا. مثلا كافيستا إثارتinden kurtulmak isteyen minikkoş her fırsatta kaçmaya çalışıyordu. يعني العصفور الصغير الذي يريد التخلص من أسر القفص يحاول الهرب في كل فرصة. هنا لدينا بعض الديملر الموجودة في هذه الجمل، يجب علينا أن نكتب في الفراغ ما هو المعنى الذي أضافه هذا الديم. يعني مثلا هنا كما مر معنا في النص öyle vaktinin gelmesini iple çekerler، يعني يسحبون وقت الظهر في الحبل، يسحبونه في الحبل، يعني لم يعد لديهم صبر. نكتب هنا صبرسızlanmak، يعني لم يعد لديهم صبر. طالح أو ساعتlerde adamın yüzüne gülmeye başlar، يعني الحظ يبدأ الضحك في وجه الإنسان، يعني إنه زاد حظه. نكتب شانسı artmaya başlamak، يعني البدء بزيادة الحظ. إنسانların bant telini dokunmamaya çalışmak، يعني العمل على عدم لمس الوتر الحساس عند الناس، يعني عدم إزعاجهم، عدم إغضابهم. نكتب بهذا الشكل. Örgelince en çetin meselelerin tereyağından kıl çeker gibi halleder، يعني عندما تأتي تلك الساعة يتم حل كل المشاكل كما نسحب الشعر من العجين، يعني بكل سهولة. فنكتب بهذا الشكل كولاجا يابماك. طيب هذه الديملار كلها ما الذي أضافته إلى النص؟ بالجواب نكتب أنها يعني قوت المعنى أكثر وأغنت معنى النص أكثر. السؤال الثالث أجاب على الأسئلة التي نحلها بناء على النص. إشراف ساعات ني ديمكتر، يعني ما معنات إشراف ساعات؟ نكتب هي الساعة التي يحل فيها كل مشاكلنا بأفضل شكل، ونتخذ فيها أفضل القرارات، والتي لا نخطئ فيها في أحكامنا أبدا. إشراف ساعتين gelmesiyle kişilerin hayatında hangi kolaylıklar yaşanır؟ يعني ما هي التسهيلات التي يعيشها الإنسان عندما تأتيهم تلك الساعة؟ فنكتب أنه تحل مشاكلهم بسهولة، ويستطيعون الخروج من أصعب المواقف بكل راحة وبدون عناء. وهنا سيز ده بو فكرلere katılıyor musunuz؟ يعني هل أنتم توافقون هذه الفكرة؟ فإذا كنا نوافقها نكتب evet katılıyorum، أو hayır katılmıyorum. سؤال ثالث يقول إشرف ساعتين gelmesi milletlerin hayatını nasıl etkiler؟ Açıklayınız. Yani وضح لنا كيف تؤثر هذه الساعة على حياة الأمم عندما تأتي. فنكتب أن الأمم تتحرر من أسرها، والجيوش تربح أكبر الانتصارات، ويزداد حظها. السؤال الرابع يقول milletlerin إشراف ساعتlerini kimler nasıl keşfeder؟ يعني من الذي يكتشف إشراف ساعات عند الملل؟
عند الأمم يعني، وكيف فنكتب يكتشفها بيقضى هيلار يعني الأذكياء الكبار. والسؤال الخامس يقول كيندي هايتنز ده إشرف ساعتين جلدي هستينيز اللار أولدومو يازنز، يعني هل شعرتم أنتم في مرة أن جاءتكم هذه إشرف ساعات؟ فبالتأكيد يازنز يعني اكتبوا لنا ما الذي شعرتم فيه. نكتب مثلا عندما نشعر بالراحة، عندما يعجبنا العمل، عندما ننجح، فهذا بالتأكيد أنه جاءتنا إشرف ساعات، يعني في الأوقات التي نسمع فيها أخبار جيدة أو تحل لنا مشاكل معناته جاءتنا إشرف ساعات. هنا ما هو موضوع النص؟ ما هي الفكرة الرئيسية وما هي الأفكار المساعدة؟ كونه موضوع النص نكتب إشرف ساعات، وأنا فكر يعني الفكرة الرئيسية نكتب أن الفكرة الرئيسية الإنسان عندما يكون صبور ومنتبه ويتصرف بشكل لطيف مع الناس الآخرين فيمكن أن تأتيه أشرف ساعة. والأفكار المساعدة أنه أشرف ساعات ليست مختصة فقط في الأشخاص وإنما أيضا عند الأمم، وإن الإنسان يستطيع عبر لسانه الحلو، عبر الكلام الجميل يعني، أن يحصل على أشرف ساعات. السؤال الخامس نختار بعض الجمل الشخصية وبعض الجمل الموضوعية من النص. إذنال ونسنال جملة، يعني هذه بالتأكيد هذا السؤال يرد من الصف الخامس حتى الصف الثامن وهو بسيط جدا. غالبية هذا النص هو آراء شخصية للكاتب، فنختار أي ثلاثة جمل ونكتبها. أما النسنال جملة يعني الجملة الموضوعية يجب أن يكون فيها حكم قاطع، مثل مثلا محقق هيرشين بزمان فاردر، يعني بالتأكيد لكل شيء هناك زمان محدد، فهذه الجملة هي جملة موضوعية كونه ليست رأي الكاتب. أما هذه الجمل كلها من رأي الكاتب أخذناها. بإمكانكم أن تكتبوا أي ثلاثة جمل لا فرق. هنا نحدد عناصر الجملة يعني الفعل والفاعل المفعول به. مثلا هنا لدينا دائما بحث دي جيم آخر كل كلمة تكون هي الفعل، فنضع تحتها خط نكتب يكلام، والبقية هي كلها إشرف ساعات لرين كلها من صر رمضان، يعني هذه كلها اسمها دولايلو تملاتش يعني جملة جار ومجرور تتمه. هنا صباح لين دوكوز دمه إلي دمه إليين أونيكي دمه تشريف إدار بلين ماز. بلين ماز بالتأكيد هو اليوكلام، نضع تحته خط والباقي كله اسمه إزنا، نكتب تحته إزنا اللي هو الفاعل. وهنا طالي اللي هو الفاعل، باشلار قل ما يا باشلار الفعل، أو ساعات ليرد عادة من يوزنا اللي هو التتمات، يعني نكتب تحت كلمة طالي إزنا، ساعات ليرد نكتب تحتها ظرف لأنها ظرف زمان، آدمين يزنا نكتب دولايل تملاج يعني جار ومجرور، قل ما يا باشلار نكتب تملاج يكلام الفعل. جيتشيت فيرميان دومالو دالار إشرف ساعتين جلينجا ديلينير، يعني الجبال الغيوم أو الدخان التي لا تعطي طريق تنفتح عندما تأتي إشرف ساعات، فلذلك نضع يكلام ديلينير، نضع تحت ديلينير و اشرف سعد جيلينجا هذا ظرف زمان نكتب ظرف، وهنا طبعا كله جيتشيت فيرميان دومالو دولار هذا الفاعل نكتب تحته ازنا. هنا ياش الى لديكشا انسانلار صباح ساعات لين سبرلر، سبرلر بالتأكيد هو الفعل نكتب تحته يكلام، ومين الفاعل؟ الإنسان لار نكتب تحته إزنا. صباح ساعة ليريني هو المفعول به يعني الناس ينتظرون ساعة الصباح، نكتب هنا بليرتلين إسنا يعني مفعول به محدد، وياش إلى لديكشا يعني كلما تقدم العمر هي بالتأكيد ظرف نكتب ظرف.
أولا فاكتورين جيلمسي إي بلتشي كيلير، يعني يسحب وقت الظهيرة في الحبل كما تحدثنا. هذا طبعا ديم، يعني يعني قول مجازي. فإلي فاكتينين جيل مسي هذا هو المفعول به، وإي بلتشي كيلير هو الفعل، نضع تحته إكلام وهنا نضع أذنان. وهنا هير شي إشرف ساعت أولور، هير شي أولور يعني هير شي هو الفاعل نكتب أذنان، وأولور هو الفعل نكتب يكلام، والمنتصف إشرف ساعت ت يعني ظرف، ظرف زمان. وهنا إشرف ساعت إنسانların بالذات kendileri tarafından işletilir، يعني يمكن أن يقوم بها الناس بأنفسهم بالذات. فإشرف ساعت هي الأذن، وإشلتيلير هي اليكلام، والبقية كلها إنسانların بالذات kendileri tarafından نكتب dolaylı tümleç يعني تتمت جار ومجرور. السؤال بي يقول بمبي كتودكتي جملين أزنلري إلى مافي كتودكي جملين أزنلريني إيشي أولوش حركتي يابması bakımından karşılaştırınız. أي واحدة حددتنا belirtilmiş يعني حددتنا فعل إيش وأولوش حركات يعني فعل عمل أو تكون أو حركة، وأي واحدة لم تحدد. طيب البامبي bahsedeceğim yani سوف تحدث. Gülmeye başlar يبدأ بالضحك. Severler يحبون و olur يحدث. أما هنا bilinmez يعني غير معروف، dilinir تسقب أو تفتح، çekilir تسحب، işletilir يعني تعمل. فهذه كلها مبني للمجهول يعني لم يتم التحديد، أما هذه مبني للمعلوم فهو تم التحديد. لذلك نضع هنا بامبي اللي هي belirtilmiştir، ونضع هنا mavi اللي هي belirtilmemiştir، يعني البمبة حددت ان الفعل من فاعله، اما هذه فلم تحدد من هو فاعل الفعل، هذه مبني للمجهول. طيب اخر شيء لدينا مقدمة قصة، لدينا نحن السيريم المقدمة، يعني نحن سوف نكتب دوم تشوزوم يعني سوف نكتب العقد والحل. يقول لنا دونما إمكان olsa ne yapardın؟ يعني ما الذي كنت سوف تفعله إذا كان لديك إمكانية العودة؟ هيج uçağa bindiniz mi؟ هل ركبتم من قبل في طائرة؟ Şimdi gözlerinizi kapatın ve bir uçağa bindiniz düşünün. يعني غمضوا عيونكم حاليا وفكروا وكأنكم ركبتم في طائرة. Eve dönüyorsunuz ve entum aidun ila al manzil. Hava alanında sevdiklerinizi bekliyor. Ve fil matar yantazirunakum ahbabakum. Onlara kavuşmanıza bir saat varken bir anons duydunuz. Ve indama baqiya sa'a wahide li kay taltaqu bi ahbabikum sami'tum i'lan min yani tayyar allazi yaqud at-ta'ira. مثلا ماذا سمعنا إعلان؟ لنفترض فجأة باقي لنا ساعة لكي نصل إلى المطار، وسمعنا إعلان إنه والله لم يتبقى معنا سوى وقود يكفينا لعشر دقائق فقط، وأن الطائرة سوف تقع بعد عشر دقائق، يعني أقرب مطار قريب علينا مدة ساعة والطائرة لن تتحمل أن تطير سوى عشر دقائق. لذلك كل واحد أمامه مثلا كمبيوتر صغير أو لوح يعني تابلت أو كذا، كل واحد منكم يكتب رسالة لأحبابه، فأنتم ما الذي يمكن أن تكتبوه في هذه الرسالة وأنتم تعرفون أنكم بعد عشر دقائق سوف تموتون؟ هل تعاتبون؟ يعني مثلا حدث معي في يوم من الأيام قصة أحزنتني من أمي أو من أبي أو من أخي أو من أختي أو كذا، فهل أكتب لهم رسالة عتاب أو أكتب لهم رسالة مسامحة ووداع؟ لنفترض أنا كتبت رسالة عتاب، فما الذي سوف أفعله إذا فجأة سمعت إعلان تاني مضاد للإعلان الأول يقول
عذرا منكم يا ركابنا الأعزاء، تبين أن هناك عطل في عداد الوقود، والوقود يكفينا للوصول إلى المطار، فنحن نعتذر منكم على هذا الخطأ، وإن شاء الله سنصل سالمين. وأنت قد كتبت معاتبة تعاتب فيها أهلك أو أحبابك، فلذلك يجب علينا أن ننتبه لكل شيء، حتى في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الحاسمة يجب أن يكون كلامنا دائما جميل وحلو ومقبول من الآخرين. طبعا هذا مثال، بإمكانكم أنتم أن تكتبوا أي شيء يخطر ببالكم، يفضل أن تحاولوا أن تملأوا هذا الكلام بأنفسكم من أجل التدريب على الكتابة أكثر. وبذلك ننتهي من هذا الدرس ونلتقي مع الدرس قريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.